لمصلحة نادي سحاب ليرفع رصيده. نقطة في هذه كرة خاطئة. العماد 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 لا تغلط قدام يزن النعيمات. الله، غلطة تكلف هدف لمصلحة نادي سحاب. الله عليك يا يزن. نعم هذا اللاعب مهاري، هذا اللاعب خطير، هذا اللاعب مميز. لا تغلط أمام هذا اللاعب. يحرز يزن النعيمات الهدف الأول، وهنا الفرحة التي تأتي نعم من جانب جمال محمود على المدير الفني والنعيمات، والحديث مع الجماهير في الهدف الأول. نعم هدف لمصلحة نادي سحاب. هيها في العرض البطيء من مخرج اللقاء، شوف هنا الخطأ من إحسان الديابات، شوف النعيمات، شوف يزن، شوف هنا المرور لاعب منتخبنا الوطني، وأيضا هنا المرور بفنية رائعة وبشكل مميز، والكرة على يسار محمود الكواملي، ولكن غلطة الشاطر بعشرة. 1-0 لمصلحة نادي سحاب. الدقيقة 20 في مجريات شوط اللقاء الأول. هنا أيضا اللاعبين، لاعبين نادي سحاب الذين يتناولون بعض الماء في هذه الأوقات. هنا يزن داشان، وهنا نعيمات، وهنا أيضا الكرة والهدف من مخرج اللقاء، والغلطة التي جاءت نعم من قلب الدفاع. هناك اللاعب إحسان ذيابات رقم 4، كرة عادها في الرأس لمصلحة محمود الكواملي، ولكن نعم كان الأقرب في اللقطة الماضية، والتمركز الموجود الصحيح والرائع من جانب النعيمات يزن.